السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم إخواني النحالين. بعد الصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كان هناك بعض الأسئلة من الإخوة النحالون الذين دخلوا الموسم ولم يحصلوا على العسل. فالسؤال المطروح: لماذا الخلية لا تنتج العسل؟ ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا القصور في أداء الخلية؟ قمت بتجهيز عدة نقاط نستهل الأولى أن السبب الرئيسي في قلة الإنتاج هو قلة النحل، قلة النحل السارح أو قلة النحل داخل الخلية من كثافة نحلية، وهذا له عدة أسباب في قلة النحل، منها سواء تكون الملكة أو الأمراض أو ما إلى ذلك، أو يكون النحال هو السبب الرئيسي في ذلك. وكذلك النقطة الثانية، الخلية جديدة أو طرد. عندما تكون الخلية جديدة أو طرد جديد حصلنا عليه سواء عن طريق التطريد الطبيعي أو التقسيم الصناعي، تكون بداية متعثرة في تأسيس خلية حديثة مبنية بناء صحيح من نحل حاضن ونحل سارح وما إلى ذلك، وهذه تعتبر النقطة الثانية. أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي سوء الأحوال الجوية وما يتعلق بها من رياح وأمطار ودرجة حرارة وبرودة وما إلى ذلك من مشاكل. ونعلم جميعا عندما تكون الموسم في أوج انطلاقته وهناك غزارة في التدفق للرحيق، يهبط المطر مفاجأة. نعلم جميعا أنه ينغسل الرحيق داخل الأزهار. وكذلك من النقاط الأخرى هي هبوب الرياح. هبوب الرياح الجافة تعمل على تبخر الرحيق داخل الزهرات، وكذلك درجات الحرارة المرتفعة تعمل على ذلك أيضا. أما بالنقطة الرابعة، وقد تشابكت المواضيع ما بين النقطة الثالثة والرابعة، وهي انخفاض تدفق الرحيق بسبب الأمطار والحرارة والرطوبة. إضافة إلى الحرارة كما ذكرت في النقطة الثالثة، يتبخر الرحيق وتذبل الأزهار وتذبل المزروعات بشكل عام. هنا الرطوبة، نتحدث في هذه النقطة عن الرطوبة الموجودة في الجو. إذا كانت الرطوبة موازية لتدفق الرحيق وكان الرطوبة ترتفع أكثر من 65 درجة إلى 90 درجة، فتعمل على تدفق الرحيق وهذا شيء جيد. أما بالنسبة للنقطة الخامسة وهي وضع الخلية أو وضع مكان المنحل، وهذا عامل أساسي وعامل رئيسي على النحال أن يتداركه تماما. فأينما تضع أخي النحال منحلك يجب أن يكون تسبقه دراسة، هل في هذا المكان يوجد أعداء النحل؟ هل في هذا المكان الرياح بأي اتجاه تتجه؟ هل هذا المنحل في مكان الرطب زيادة عن المتوقع أو في مكان ظل لا تدخله الشمس؟ هناك عدة نقاط مهمة جدا في هذا الباب، وعلى النحال أن يكون ملم في الموضوع. فمثلا إذا هبط النحال في منطقة فيها رحيق وفيها غبار طار وفيها ما إلى ذلك من الأمور التي تهم النحال في تطور الخلية وإنتاج العسل وما إلى ذلك، ويوجد ذئب النحل أو يوجد الدبور، سؤال نطرحه عليك: هل ستنتج هذه الخلية عسل وهناك أعداء موجودين في هذه المنطقة؟ سؤال مطروح عليك أيها النحال لتجاوب عنه
عنه في اختيار المنطقة التي تنزل فيها. أما بالنسبة للنقطة الخامسة وهي نقطة مهمة، السادسة عفوا، وهي نقطة مهمة جدا، وهي المشكلة الصحية لدى النحل. المشكلة الصحية مهمة جدا في إنتاج الخلية. فعندما يكون النحل نظيف ذو بنية قوية يكون إنتاجه أفضل. فمثلا إذا كان النحل مصاب بالفروة أم الكوارث تعتبر، أو مصاب بالنزيمة، أو مصاب بأمراض أخرى في الخلية، لا يكون هذا النحل منتج بتاتا. فيجب على الأخ النحال أن يتدارك هذه النقطة ويعزز من تقوية مناعة نحله، مكافحة الفروة ورفع مناعة النحل في مختلف الأوقات عبر تقديم بعض الأعشاب الطبية مثل الزعتر والشيح أو الليمون، فيتامين سي، الثوم، وما إلى ذلك من الوصفات التي ذكرناها في عدة فيديوهات موجودة في قناتي على قناة الجابر والنحل بعنوان رفع مناعة النحل، قناة الجابري والنحل، تجد هذا العنوان موجود، عدة دروس مختلفة حسب المتوفر لدى أخونا النحال. ولدينا نقطة كذلك وهي مهمة جدا جدا، وهي ملكة النحل. إذا أردت نحل صحيح ذو بنية قوية منتج للعسل، فعليك أن تختار وتنتقي الملكة المميزة. هذه الملكة تستطيع أن تختارها أنت أخي النحال من خلال التدوين والمراقبة وكتابة كل الملاحظات والمعطيات عن جميع الخلايا في منحلك، وتحدد أي الخلايا هي أفضل إنتاج وأفضل مقاومة للأمراض وأفضل يعني توالد أو أجيالها متتالية وبكميات كبيرة. هنا نختار الملكة الجيدة ونكاثر منها في المنحل ليعم الفائدة أكثر، وهي زيادة الإنتاج وخاصة إنتاج العسل. ونعلم جميعا أن الملكة الجيدة لها صفات كثيرة، لكن من خلال التربية والتحسين يستطيع أخونا النحال أن يحصل على ملكة من منحله ومن السلالة الموجودة لديه، فيكون إنتاجه وفير وغزير. أما بالنقطة الأخيرة التي أريد أن أذكرها لكم وهي الإدارة، إدارة الخلية، إدارة المنحل، هي عليك أنت أخي النحال. فبالإدارة تكون النتائج ممتازة ويكون المحصول جيد. فإذا أخفق الأخ النحال في إنتاج أو في إدارة الخلية يكون هناك ضعف في الإنتاج. طبعا هذا كل ما لدي في جعبتي من معلومات، وأتمنى أن تدعموني في المعلومات التي تنقص، فأنا أطرح وأنتم تكملون حتى نغذي الموضوع بمعلومات تفيد الجميع في هذا المنتدى الطيب ونستفيد جميعا. وإذا كان لكم أي ملاحظة أو أي درس مطلوب نتعاون في تحضيره ومراسلتي عبر التعليق. دمتم في رعاية الله وحفظه.